هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم أيام الاثنين والأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من الثامنة إلى التاسعة مساء أيام الاثنين والأربعاء، ومن التاسعة إلى العاشرة مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هيرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات بثماني درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله مستمعي ومستمعات إذاعة المنتدى، هذا صلاح محمد زين يحييكم ويصحبكم في ساعة يوم الأربعاء 7 سبتمبر. كالمعتاد نستهل الساعة بتقديم نشرة الأخبار ثم تعليق الإذاعة بعنوان عندما لا تؤتي مؤتمراتنا ثمارها فما العمل، الجزئين الأول والثاني. يليها فقرة جديدة من برنامج نوافذ، ثم الحلقة 14 من التاريخ ووقائعه لمحطات القيسي. متابعة طيبة ومفيدة. هذه نشرة الأخبار وفي مقدمتها العناوين: النظام ينذر العالم بكارثة تدهور الأوضاع في إريتريا، حركة شباب 24 مايو تكرم الرعيل الأول، مسؤول أمني يمني إريتريا تحتجز مئات الصيادين اليمنيين. إلى تفاصيل الأخبار. في سابقة تعد الأولى من نوعها، كشفت الحكومة الإريترية عن أن دخلها السنوي من التعدين يبلغ 200 مليون دولار أمريكي، وأن مصروفاتها في توفير خدمات للشعب من تعليم وصحة وغذاء تفوق 300 مليون دولار أمريكي، فضلا عن فاتورة الوقود التي تكلفها أكثر من 300 مليون دولار أخرى سنويا. جاء ذلك في رسالة بعث بها نيابة عن نظامه مندوب الطاغية بالأمم المتحدة جيرما أسماروم إلى مجلس الأمن الدولي في 30 أغسطس الفائت، متوسلا أعضاء مجلس الأمن برفع الحظر الدولي المفروض على إريتريا. وأن هذه التفاصيل في الأرقام أوردها للتبرير بأنه ليس لدى النظام الحاكم ما يتبقى من مال أو أي موارد أخرى لتحويل الأموال إلى نشاطات أخرى. وأنكر جيرما أسماروم في الرسالة التي يرد بها على مجموعة المراقبة الخاصة بالصومال، أنكر دعم نظامه لحركة الشباب في الصومال ومساندة أي جماعات أو حركات مسلحة معارضة لحكوماتها في المنطقة، كما نفى وجود أسير حرب من جيبوتي لدى أسمرة بعد إفراجها عن الأسرى الجيبوتيين الأربعة في مارس من العام الجاري. هذا وقد أنذر النظام الحاكم في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أنذر العالم بكارثة أخرى بتدهور الأوضاع في إريتريا في حالة استمرار حظر السلاح على الحكومة الإريترية، والذي حسب تعبير الرسالة سوف يؤثر سلبا على قدرة الحكومة الإريترية في محاربة الإرهاب والتطرف الإقليمي والعالمي. ومن المعروف بأن نظام إسياس أفورقي قد استقبل ولا يزال يستقبل كل من أراد أن يحمل السلاح في وجه حكومات الدول المجاورة لإريتريا، حيث سخر موارد البلاد وفتح المعسكرات داخل إريتريا للمعارضة السودانية بكل أطيافها والإثيوبية بكل إثنياتها، ودرب جماعة الحوثي وساعدها على إدخال السلاح إلى الشمال اليمني إبان فترة حكم الرئيس المخلوع
علي عبد الله صالح. أحيت حركة شباب 24 مايو الإريترية الذكرى 55 لانطلاق الكفاح المسلح، وذلك بإقامة حفل خطابي وفني بالعاصمة المصرية القاهرة، حضره جمع غفير من أعضاء الحركة والآباء من الرعيل الأول. وقد كرمت الحركة الشبابية نفرا من الرعيل الأول للثورة الإريترية، وهم المناضل سليمان آدم سليمان، والمناضل محمد إبراهيم أبرة، والمناضل سعيد كحساي، والمناضل عبد الله علي جامع، والمناضل حسن كرار محمد، والمناضل عمر محمد صعدوي، والمناضل سليم حسن كردي، والمناضل علي شوم إبراهيم. كما نال المناضل سليمان آدم سليمان درع عواتل فخري باعتباره عميد المناضلين من جيل الرعيل الأول. أفادت وكالة خبر اليمنية بوصول 7 صيادين يمنيين إلى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن مساء أمس الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري على متن قارب يمني غادر ميناء قدم الإريتري. وصرح مسؤول أمني للوكالة بأن أعمار الصيادين تتراوح بين 18 و13، وكانت السلطات الإريترية قد احتجزتهم قبل 3 أشهر. وأضاف المسؤول الأمني أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز في معسكر قدم أكثر من 180 صيادا، وأنها قد أفرجت عن أصغرهم سنا. ومن جهتهم أفاد الصيادون أن السلطات الإريترية أفرجت عنهم بسبب عدم مقدرتهم على القيام بالمهام التي يكلفهم بها الضباط الإريتريون، مفيدين بأن باقي الصيادين يقومون بنقل الصخور من جبال تبعد مسافات بعيدة عن معسكر احتجازهم، ويتعرض من يرفض تنفيذ ذلك للضرب بخبطات حديدية على حد قولهم. نهاية النشرة.
وفيما يلي أقرأ عليكم تعليق الإذاعة لهذا اليوم بقلم محمد علي موسى. عندما لم تؤتي مؤتمراتنا ثمارها فما العمل؟ الجزء الأول. التعميم شيء مضلل، لهذا ظللنا دوما نردد بأن الجبهة جبهتان والشعبية شعبيتان، وكذلك هو حال المعارضة الإريترية. ولو وقفنا بالتقييم على تجربة العمل المعارض فما هي الدروس المستفادة؟ عندما لم تؤتي مؤتمراتنا ثمارها وعندما تصبح المؤتمرات إعادة لإنتاج الأزمة، أليس من حقنا أن نقف ونواجه التحدي بشجاعة؟ ما هو الأمر الأكثر إلحاحا والأكثر فاعلية؟ هل هو تنظيم الجماهير على المستوى القاعدي وحشدها خلف مطلب الحرية؟ أم هو عقد مؤتمرات قمة وبين مؤتمر ومؤتمر صراع داخلي بين قوى المعارضة وهكذا دواليك؟ لماذا يبدو المشهد المعارض في بعض ملامحه وكأنه يكرر نفسه؟ هل لأننا جعلنا كل نضالاتنا وطاقاتنا تستنفذ في المحاصصات والمماحكات الفردية والتنظيمية، وأهملنا مهمة حشد الجماهير خلف مطلب الحرية؟ هل القصور قيادي أم هو قصور عميق الجذور وعلى كافة المستويات في المفاهيم النضالية الفاعلة وآلياتها؟ ماذا يعني أن يقول البعض أن الجميع متفق على أن الكيان القيادي التشريعي منه والتنفيذي فشل فشلا ذريعا وبشكل متتالي وراتب، ومع هذا نتمسك بالسير في معاودة السيناريو ولكن بصورة جادة وصادقة في هذه المرة؟ ما هي ضوابط الجدية والمصداقية؟ ولماذا غابت بالأمس؟ وهل هي كلمات حسب الضرورة أم لها مفاهيم وآليات ضابطة؟ ما دور الحراك الشعبي الإريتري على مستوى أفراد ومنظمات مجتمع مدني خارج التنظيمات في إرباك وتعرية النظام الإريتري وفي نفس الوقت تقويم وتقييم التنظيمات السياسية المعارضة؟ المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي تكون في نهاية عام 2011 على إيقاع المتغيرات المتسارعة والمتمثلة في الربيع العربي الذي شهدته المنطقة العربية، وهو عمل هام وإيجابي لكونه يعبر عن مطلب الشعب الإريتري في الحرية. ولكن هذه الأهمية لا تعفيه من فحص أسسه، بل تضاعف أهمية التدقيق عليها. لذلك نتساءل، هل أسس المجلس الوطني على هدف واضح وخطة عمل مشتركة من أجل التغيير؟ هل هذا الهدف مجمع عليه من قبل أعضائه بشكل كامل وراسخ بحيث لا تؤثر عليه قضايا فرعية كالاهتمامات التنظيمية؟ هل المجلس الوطني يهتم بالقضايا والمفاهيم أم بالأفراد؟ هل طبيعة خلافاته البينية على محاصصات ومنافع أم خلاف على مسائل تهم مسيرة التغيير؟ قد يقال الخلاف القائم في هذه الآونة ذو طبيعة جوهرية، وإذا سلمنا بذلك هل هناك ضمانات لكي لا ينسحب ذات التشظي في الكيانات التي تبدو متناسقة في هذه المرحلة؟ هل هناك قاعدة شعبية ملتزمة بتفعيل هذا الهدف، أي هدف تحقيق الحرية على هيئة خطط وأعمال نضالية على الأرض؟ ونواصل. عندما لم تؤتي مؤتمراتنا ثمارها فما العمل؟ الجزء الثاني. إذا أردنا معرفة ماهية مقياس النجاح والفشل في تجربة سياسية لتحالف ما، فسنجد أنفسنا مضطرة للإجابة على الأسئلة التالية:
هل حدد التحالف هدفا واضحا وآليات عملية لتحقيقه؟ وهل جسد ذلك عمليا؟ هل نظم التحالف قطاعات واسعة من الشعب خلف أهدافه بصورة ملموسة؟ هل حصل التحالف على دعم حقيقي ومتصاعد لقضيته من الشعب أو من قوى إقليمية وعالمية؟ هل لفت الانتباه لبعض قضاياه بصورة استراتيجية؟ هل تكيف مع المتغيرات؟ هل أحدث تغييرا في المفاهيم التي كانت سائدة؟ هل طور أداءه التنظيمي؟ وهل زايد من العلاقات بين مكوناته؟ وهل أهل أجيالا جديدة للقيادة؟ إن الكثير من التحالفات تفشل قبل أن تبدأ، لأنها تستنفذ كل طاقاتها وكل وقتها في بحث اتفاق قواعد المحاصصات والقيادة، وهذا الانغماس على النقيض من أهداف التحالف من أجل التغيير. لذلك نجد هذه التحالفات لا تقترب من هدفها قيد أنملة. إن بناء تحالف وطني إريتري كأداة للتغيير الديمقراطي ضرورة من خلالها يحقق الشعب الإريتري مطلب الحرية، فمطلب الحرية هو حجر الزاوية لكل البناء المستقبلي الذي يأمله الشعب الإريتري، وهو دولة الحريات والقانون، وهو الهدف الذي تجتمع عليه قوى المعارضة كافة. ويمكننا هنا أن نشير وبشكل عام لقواعد وأسس التحالف الوطني المؤطر لقوى التغيير الديمقراطي كافة على النحو التالي: 1. على قوى التغيير الديمقراطي أن تؤمن بأن الوحدة في التنوع. 2. الاتفاق على مجموعة من المبادئ العامة المشتركة بهدف استبدال الاستبداد بالحريات، ووضع خارطة لمرحلة النضال الديمقراطي وللمرحلة الانتقالية التي تلي إسقاط النظام، على أن تستجيب وتحتوي هذه المبادئ العامة المشتركة للسؤال القائل: ما الذي نريد تغييره؟ حتى لا نجد أنفسنا في فراغ يفضي بنا إلى التناحر. 3. التنسيق من أجل إسقاط النظام الذي يقف عقبة أمام دولة الحريات، فالحرية هي أساس الانطلاق للمطالبة بالحقوق كافة. ثم بعد إسقاط النظام يطرح كل حزب برامجه التفصيلية للشعب، وصندوق الاقتراع هو الحكم والفيصل. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تسجيل الغياب عن هذا النضال الديمقراطي وعدم استيفاء استحقاقاته العملية لا ينبغي أن يدفعنا للتحجج بأن ما نريده غير واضح. 4. ترسيخ مفهوم أن النضال يعني التأطر والعمل والالتزام والتضحية، وليس الانفلات والهروب عن استحقاقات المرحلة عبر شماعة أن المقبل غير واضح، ووضع العراقيل وإثارة الفتن وترصد المعوقات وتدبيج المناحات والسباب والبقاء في خانة الضحية وانتظار الحقوق من الغير دون عطاء ميداني ملموس. 5. التمسك بشدة بأولويات المقاومة واتفاق الحد الأدنى وخلق مثقف وعضو منحاز لمبادئ الحرية كأساس لكافة الحقوق، وليس عضوا ينساق لانحيازات حزبية أو دون وطنية أو أيديولوجية أو غيرها، وتنمية ثقافة العمل الجماعي المشترك بدل الفوضى غير المسؤولة التي تفضي إلى أن كل فرد يصبح تنظيما. 6. الإيمان بأن النظام الديمقراطي وإن كانت له مشكلاته هو أفضل نظام حكم توصلت إليه التجربة البشرية. 7. إن رفع شعار التغيير الديمقراطي دون تجسيده نصا وروحا في مفاصل العمل المعارض يحدث ضررا شديدا بمصداقية العمل ويبث اليأس في نفوس الشعب. 8. الاعتماد بدرجة أساسية كبيرة على تنظيم الجماهير الإريترية لتخوض بنفسها معركة ضمان حريتها. 9. تجنب الاستقطابات الهوياتية والطائفية والإقليمية ومفاهيم هم ونحن، والتركيز على الاصطفاف في معسكر التغيير الديمقراطي ضد معسكر الاستبداد. 10. نقد فكر وفعل المعارضة
يستوجب الانحياز أولا لقيم الديمقراطية والقطيعة الكاملة مع النظام والانخراط في الفعل المقاوم، على أن يبنى على قواعد النقد البناء مكانا وزمانا وأسلوبا بهدف المعالجة. 11. الوعي بمفاهيم نظام الدكتاتور وآلياته لتجنب أفخاخه والتصدي لرواياته وتفسيراته للأحداث بدل الانقياد بها، والاحتياط منه بالوعي والسرية والانضباط. لا شك في أن النضال الإريتري المقاوم لنظام الاستبداد سجل محطات هامة على صعيد العمل المقاوم داخل إريتريا وخارجها بوسائل وآليات متعددة، لكن لا زالت التحديات في درب الحرية قائمة وكبيرة. لهذا فإن ساحة العمل المقاوم بالداخل والخارج مدعوة للوقوف بالتقييم والتقويم لنضالاتها مفاهيميا وتنظيميا، لتحرز اختراقا حقيقيا تتأهل من خلاله من حسم المعركة مع الاستبداد. بقلم محمد علي موسى. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وسبتمبر بخير، وسيحتفل الشعب الإريتري بسبتمبر مهما كره الكارهون. ونكاية بمن يريد أن يقول إنه هو البداية بدلا عن الشهيد القائد حامد إدريس عواتي ورفاقه الميامين. تميزت احتفالات هذا العام أعزائي المستمعين بشهر سبتمبر شهر الثورة بعدد من الاحتفالات وفي أماكن مختلفة وبأشكال مختلفة، ولكن دعونا نحتفل معا وصحيفة الأيام السودانية الغراء والتي خصصت يوم 1/9 بملف كامل ودسم مشاركة منها للإريتريين بعيدهم، ومعلنة تضامن كتابها مع الحرية والعدالة والسلام في إريتريا. لجريدة الأيام السودانية قصة طويلة مع تاريخ الشعب الإريتري والثورة الإريترية إبان فترة الكفاح المسلح من أجل الاستقلال. هذا الأمر أوجزه الأستاذ الدبلوماسي والمناضل المخضرم محمد نور أحمد في الحوار الذي أجراه المشرف على الملف الزميل عادل كلر، حوار غطى في جزئه الأول البدايات وتحديدا ما حدث في جبهة التحرير الإريترية، وفي الجزء الثاني تحدث عن الأوضاع الداخلية الآن في إريتريا وموقفه من كثير من القضايا. يمكن للمستمع الكريم أن يعود ويجد هذا الحوار الشيق والتاريخي والتوثيقي والذي نشر في جريدة الأيام كما قلنا في موقع أدوليس. شارك في الملف عدد من الصحفيين والكتاب السودانيين الزملاء أصدقاء الثورة الإريترية والشعب الإريتري، وكذلك عدد من الكتاب الإريتريين، وفيما يلي سرد موجز لما ورد في الملف. الملف الذي صافح أياد القراء صدر
في اليوم الأول من سبتمبر 2016 بتصميم جميل وأنيق وتوزيع مواد مدروس بشكل رائع. فقد كتب الأستاذ الكبير الجامعي والكاتب الصحفي فيصل محمد صالح مادة رائعة وعميقة تحت عنوان الثورة الإريترية مشاهد وتداعيات. كتب المادة على شكل مشاهد تعكس علاقته بالإريتريين، الثورة والشعب. ومن هذه المشاهد نقتطف المشهد الذي تحدث عنه، وهو مشهد المرأة المسنة التي شاركت في الاستفتاء وبعد أن مارست حقها، يعني حقها القانوني، احتضنت الصندوق وهي تبكي. هذا المشهد الذي لا يمكن أن يتكرر في أي مكان يبدو أنه ضرب عميقا في تفكير الأستاذ فيصل محمد صالح، ولذا ظل طوال 25 سنة شاهدا على علاقة الإريتريين ببلادهم ونضالهم الطويل من أجل الاستقلال. الأستاذ عادل إبراهيم المعروف بعادل كلر كتب تحت عنوان حفريات أفقية أشجان إريترية أو عن المعنى، وفيه كتب بحميمية وتداعي حر ليختم بالقول إن هدف هذا الملف المتواضع كما يقول يأتي دعما لإيصال صوت الشعب الإريتري المكلوم واستعادة لقيم التضامن الأخوي بين الشعب السوداني والشعب الإريتري. ويؤكد عادل كلر رفضه التام للاعتقال والسجن لمناضلي الثورة الإريترية سواء كانوا مناضلي جبهة التحرير الإريترية أو الجبهة الشعبية. هذا القمع الذي يدينه أستاذ عادل كلر يقوم به النظام القائم في أسمرة. مادة أخرى وهي للأستاذ أمجد المك، وفيها يذكر بعظمة النضال الإريتري والعلاقة التي ربطت السودان الشقيق بالثورة الإريترية وبالشعب الإريتري، والذي يصف السودان بأنه كان رئة الثورة ومتنفسها. الزميل الأستاذ والصديق عادل القصاص كتب مادة أدبية عن أنفلان الراحل يماني باريا، كتب شعرا ونثرا وذكرى. هذا ما كان في الجزء الأول من الملف الذي صدر كما قلنا يوم 1 سبتمبر. الملف في جزءه الثاني صدر الأحد الماضي أمس، وفيه مقالات نشرت في مواقع إريترية ووجدت صدى كبير، وهي للأستاذ أبو بكر علي عثمان، وفيها يتكلم عن إريتريا أزمة دولة أم أزمة نظام، وكذلك الأستاذ الشاب أحمد شيكاي، وفيها يتكلم عن الشباب بعد أكثر من نصف قرن من النضال. المقال الثالث كان بقلم صالح محمد تيدروس، ويتكلم عن الاقتصاد، هل هناك اقتصاد دولة؟ هذه المواد نشرت في موقع دوليس ومواقع أخرى. هذا الملف الذي غطى بجزئين حوالي 4 صفحات من جريدة الأيام الغراء يأتي في وقت كان فيه الإعلام السوداني صامت لفترة طويلة عن ما يدور في إريتريا، وذلك لعدة أسباب ليس من بينها أحجام الصحافة السودانية والصحفيين الزملاء السودانيين لدعم أشقائهم في إريتريا، ولكن الرقيب الأمني كان دائما حاضرا، لذا منع المواد التي تتحدث عن اللاجئين الذين يتدفقون عبر الحدود بشكل يومي، وكذلك عن ملفات حقوق الإنسان والقمع للحريات العامة وحرية الصحافة. ومع ذلك فقد أصدرنا في السنة الماضية في شهر 5 السنة الماضية على ما أذكر بيان تضامن مع المعتقلين الصحفيين الإريتريين في سجون النظام، وقد وقع معنا عدد كبير من الكتاب والصحفيين وقادة الرأي وأصحاب جرائد في السودان. إذن الملف الذي صدر يوم 1/9 ويوم 4/9 يعتبر نقلة نوعية، وكما قال عادل هي بداية لإعادة العلاقة التضامنية بين الشعبين السوداني والإريتري، وهذا ما مثل
إزعاجا كبيرا للسلطات، السلطات السفارة في الخرطوم، والتي كانت تحاول دائما الحد من يعني إيراد المادة الإريترية التي تكشف أوضاع النظام في إريتريا في الصحافة السودانية، وذلك عبر أدوات لها يعني أو عبر تنسيق مع الجهات الأمنية. نعتبر ما ورد في الأيام بداية، وسوف يكون له ما بعده، وسيكون هناك نضال جديد عبر الصحافة السودانية، وذلك في محاولة لكشف ما يدور داخل النظام الإريتري، وبالتركيز قطعا على ملفات مهمة جدا كملفات حقوق الإنسان والحريات في إريتريا. هذا جمال همت يحييكم مرة ثانية ويقول لكم كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شعب
أولادك تفرح. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. الحلقة 14 من التاريخ ووقائعه والأجندة المهلكة للزعيم. في الحلقة السابقة كنت قد ذكرت أن أحداث ما بعد الاستغلال كانت أكثر إيلاما وكلفة، والحقيقة وتقليديا كمظهر من مظاهر العالم الثالث للدول حديثة العهد بالاستغلال، فما بعد الاستغلال تظهر الحقائق الواقعية لطبيعة المجتمع وواقعه الحقيقي المزري بالمقارنة بالوعود التي كانت تساق كيفما اتفق وتفرضه ضرورات التعبئة وصناعة الأحلام. وبرغم ذلك تبقى هناك مساحة ممن يدركون الحقائق ولكنهم بعيدون جدا من التأثير في صناعة القرار. كنا نعتقد جميعا دون استثناء أن التجربة الإريترية سوف تتخطى العراقيل المعهودة قياسا لتجارب الآخرين، انطلاقا من حقيقة أن ما جرى طوال مرحلة الكفاح المسلح من صراعات وانقسامات وخلافات وفي ظروف أشد تعقيدا مست كل شيء من جوانب تعقيدات المجتمع الإريتري وتركيبته المتنوعة، وكان هذا الاعتقاد يتعزز نتيجة هذه التجربة الطويلة والعميقة بأن إمكانية صناعة وطن من هذا الكيان الذي لا زال مشروعا على الطريق هو تحصيل حاصل، فقط هو في كيفية إيجاد السيق الملائمة والمستجيبة لمشروع وطني جامع لا يختلف عليه اثنان، وهي عملية طويلة تخص مهمة إنجازها لأجيال قادمة، ولكن المهمة والأساس تقع على عاتق جيلنا الذي حمل السلاح وقاتل وخلفه شعب بالكامل لا ينقطع عطائه على مدى 30 عاما. ولكن كما يقولون لا تأتي الرياح بما تشتهيه السفن، بل أسوأ من ذلك جاء عهدا ليعصف برياح عاتية لتاريخ هو الأساس الذي يمكن أن يبنى عليه أي مشروع وطني ويمنحه الشرعية. لم يحن موعد منح الشرعية عبر الاستفتاء إلا والشوارع قد امتلأت بالمسلحين من الجنود والآليات العسكرية، وقد أخذت أماكنها في زوايا من الشوارع، وتم إغلاق المطار والسيطرة عليه، حركة انقلابية ولكن على خفيف، ولكنها كارثة في التوقيت أن تحدث عشية إعلان الاستقلال. وبكل أمانة كانت مؤشر شؤم في حالة كهذه. وحقيقة الأمر إن المسألة كانت مطلبية بحتة لا علاقة لها بأي موضوع سياسي، تتعلق بتقديم مساعدات مادية للمقاتلين قبل هذه الأحداث. كانت اللجنة المركزية في انعقاد مستمر استعدادا لإعلان الاستغلال والاحتفالات المصاحبة لهذه المناسبة. ويبدو لي أن موضوع الإعانة المادية للمقاتلين
أو بداية صرف أجورا تعينهم كانت الهاجس الأول في أوساط جميع المقاتلين. والمؤسف في الموضوع أن القالبية العظمى حين عادوا وجدوا أسرهم في أوضاع معيشية مزرية، وليس أمامهم من خيار يعينهم في معالجة الأزمة سوى التنظيم. أما المناسبة ستكون عشية إعلان الاستغلال، وبعد انتهاء اجتماع اللجنة المركزية كنت أحد المشاركين في الاجتماع في اليوم الأول، إذ لم أحضر اليوم الثاني من الاجتماع لأسباب شخصية، إذ ذهبت إلى المطار لاستقبال أحد الضيوف، ولكني وصلت المطار وقد تم إغلاقه وطلبوا بعودة الطائرة وهي في الأجواء الإريترية. في الاجتماع الأول الذي حضرته فعلا أثيرت مسألة المعاشات، وإن هناك تدمر في أوساط الجيش وأعضاء التنظيم، وإن المطلوب صدور قرار حول المسألة ومعالجتها. من سخريات الأمور أن إسياس كان الوحيد المعارض متحججا بأزمة مالية، ويمكن الانتظار حتى نجد طريقة ما. وأخيرا خضعت المسألة للمساومة، فلنقدم مبلغ كذا أو نقدم مبلغ كذا. أما في اليوم التالي فقد حسمها الرجل بتأجيل الموضوع، ويبدو لي وأنا على يقين أن هناك أعضاء من اللجنة المركزية كانوا على صلة بالمحركين الأساسيين، إذ كانت أخبار الاجتماع تنقل لهم أول بأول، وكان الذين قادوا الحركة على علم بكل ما يجري. المهم كان يوما طويلا وعصيبا على البلاد كلها، وأذكر عند المساء كيف كانت أسمر يلفها الحزن والظلام، بينما احتفالات الاستغلال مقررة أن تكون في اليومين المقبلين. المهم تم احتواء هذا التحرك من خلال اجتماع عقد مع جميع المقاتلين الذين سيطروا على المدينة وقيادتهم مع إسياس وشريفه. استمر حتى المساء، وتم إقناعهم بأن الأمور سوف تحل، فقط دعونا ننهي أمورنا الآن، وحينها سوف نعالج المشاكل مع تحميلهم المسؤولية للتصرف الخاطئ والمستعجل إلى جانب التوقيت السيء. ولكن في حقيقة الأمر لم يمر وقت طويل حتى تم القبض على جميع من قادوا الحركة، وتم محاكمتهم ووضعوا في السجن لفترات متفاوتة. فالسيد إسياس لا يريد من هذه الحركة أن تكون سابقة تمر دون عقاب، وإلا ستصبح تقليدا قد يكون شهري بناء على حالة القطرسة والعنجهية التي تسبق شخصيته، والتي أزدادت سوءا ما بعد الاستغلال. هكذا كانت البداية، ولكن وفي قمرة الفرحة تجاوز الناس الحالة. بعدها بفترة تم استدعائي أنا والأخ ألم سجة تسفاي كمسؤولي المفوضية العليا للأراضي، واجتمعنا بالرئيس وحدد لنا طبيعة العمل واللائحة، وقال بالحرف: أنتم مهمتكم تتلخص في وضع الدراسات الميدانية وسن مسودة قانون للأراضي بناء على سياسة الدولة القائمة على أن الأرض ملكا للدولة. وعلى ما أذكر كانت هناك عدة نقاط أخرى ذات الصلة بهذا المعنى، وأضاف: أنتم لا دخل لكم بشأن توزيع أو إعطاء أو أي شيء تنفيذي على الأرض، فقط دراسة وقانون. وبدأ جدل واسع بينه وبين ألم سجد، لأن الأخ ألم يعتبر في هذا المجال مجال تخصصه، ولكني تدخلت في حدود معلوماتي العامة، ولكنه أصر وختم كلامه: كل الأشياء التي تحتاجونها فقط القيسي إذا ذهب إلى هذه الوزارات سيوفرونها له. وهكذا بدأنا العمل، وفعلا توفرت لنا الأشياء الأساسية. ولكن العقدة إن موضوعا كهذا بحاجة إلى طاقم من الكوادر
ليس تخصصا ولكن ممن اختبروا هذه المواضيع ميدانيا وعلى الأرض، ولكننا بدأنا على كل حال. كان حالنا كحال غيرنا، حالة من التخبط واختلاط الأمور، وكلها بالطبع ذات سبقة إدارية، وهي بدايات مبررة، ولكن الهم السياسي كان هو الشغل الشاغل، ولم يحدث في تصوري أن جرت نقاشات مكثفة بتلك الحدة كما حدث في تلك الأيام. وكثرت الاجتهادات والنقاشات، وخرجت حلول قاية في القرار لبعض المشكلات الآنية، مثلا كيفية إعانة أبناء الشهداء، وكان أقربها إن المصانع وبعض المؤسسات التابعة للدولة تقسم ملكية كل واحدة إلى ثلاثة: الدولة والقطاع الخاص أسر الشهداء بصورة أسهم. ومعظم هذه المصانع هي مما قام الاستعمار الإيطالي ببنائها، أي إن عمرها الافتراضي هو بحكم المنتهي، أما إعادة تأهيلها مع مراعاة ما جلبته التكنولوجيا فهذه قضية أخرى، وبالطبع لم يطبق أو استحالة التطبيق. ثم خرجت نظرية جديدة، المايكرو إيكونومي، وأنا شخصيا لم أستوعبها حتى اللحظة. واقع الأمر كانت الأمور كلها ضبابية، وأزمة التنظيم السياسي عميقة إلى حد بعيد. والقريب في الأمر إنني شخصيا لم أشاهد أو أسمع إن بلدا حديث الاستقلال يتدفق إليه هذا العدد المتنوع من المستثمرين باعتباره بلدا واعدا. ويبدو إن السمعة القديمة للبلاد والحركة التجارية التي كانت حينها كانت هي الصورة التي انطبعت في ذهن هؤلاء المستثمرين، ولكن ذلك كان في زمن آخر، وهذا زمن آخر، وبلدا مر بحرب 30 عاما وتوقف النمو فيه لعقود، بينما دمر الكثير مما كان قائما. بعد فترة من جولتنا في المحافظات مع الأخ ألم سجد، خرجت بقناعة مختلفة حول الأراضي ومشاكلها والتوزيع الديمغرافي للسكان قياسا لمساحة الأرض، كما إن مسألة الأرض في بلد فقير وانعدام موارد تساعد على تراكم رأس المال من الصعب أن يكون التأميم حلا. وقد استفدت كثيرا من نقاشاتي مع زميلي ألم سكت هذه الملاحظات وغيرها مما سجله زميلي. حملنا حقائبنا وأوراقنا وعدنا إلى أسمرة، وبعد فترة حدد لنا موعد مع الرئيس وناقشنا في الملاحظات التي جمعناها. أولا، يستحيل أن نقوم نحن بمفردنا كمفوضية، لابد من إلحاق هذه المفوضية بوزارة الإدارة المحلية لوجود الكوادر المؤهلة وأصحاب الخبرة. ثانيا، وجود دراسات كثيرة عملت في مراحل مختلفة قد تساعد في اختصار الزمن. وأضفت إن فكرة ملكية الدولة للأرض يجب مراجعتها، والسبب في تصوري أنه وفي التجارب الأخرى في العالم أن ليس للبشر من دخل قادر على تراكم رأس المال سوى التعامل بالأرض كسلعة. ثم إن هذه الحرب ولدت أشياء لم تكن في الحسبان، فدراستنا ولو إنها غير مكتملة، هناك اختلال بين مساحة الأراضي وعدد السكان. فالدراسة خلصت إن القاطنين في المرتفعات في الكيلو متر مربع يبلغ ما بين 9 إلى 10 آلاف، بينما القاطنين في المنخفضات لا يتجاوز 3 أشخاص، وهذه تأخذ أبعاد سياسية بعيدة. المهم، الرجل استمع إلى هذه الملاحظات وختم اللقاء قائلا: في هذه الأيام القادمة سوف يعقد اجتماع للمجلس الوطني وسوف نطرح هذه القضايا هناك. بعدها بأسبوع عقد المجلس الوطني وقد كنت مشاركا فيه، وانتهى بنا الأمر انضمت المفوضية إلى وزارة الإدارة المحلية حينها، وتم إعفائي وإعفاء ألم سجد من المهمة.
وهكذا انتهى العهد بالعمل بالمفوضية. كان المناخ السياسي كما ذكرت سابقا ملبدا بالقيوم حول المستقبل السياسي في البلاد، وهنا بدأ الحديث عن ضرورة عقد مؤتمر للجبهة الشعبية، فلم يعد من مبرر وجيه للتأخير، وقد أنشأت لجنة تحضيرية لذلك قبل سنوات في اجتماع اللجنة المركزية في أثعبت أبان تواجدي في المعتقل، وضمت الشخصيات التي سوف يبني عليها أسياس مجده القادم: يماني قبرأب، عبد الله جابر، حقوس كشة. لكن عقد المؤتمر بحاجة إلى إعداد وتنظيم، ليس من النواحي الفنية، فهذه مسألة سهلة، ولكن في مستقبل الجبهة بصورة أساسية مصحوبا معه مستقبل بناء الدولة، وفي ظل تجميد الحزب الذي قام إسياس باتخاذه، كانت هذه اللحظات حاسمة لتحدد صورة واتجاه البوصلة لمجمل الوضع القادم. ويمكن القول إنها المرحلة المفصلية لخاتمة تتجه بك إلى بر الأمان، وبعقلانية وتجرد وإحساس عال من المسؤولية الوطنية، أو إلى المجهول وإلى نفق يصعب الخروج منه. ويبدو إن الخيار الثاني كان الأكثر ترجيحا منذ اللحظة الأولى، فقد قدمت دعوة إلى جميع العاملين في الدولة من الحزبيين لعقد لقاء تشاوري حول المؤتمر ومستقبل الجبهة الشعبية. بهذه الحالة يصبح الحزب غير منحلا، بل يختفي في ظروف ويعاد ظهوره وتشكيله متى ما تطلب ذلك. لم يعد الموضوع إفلاسا سياسيا، بل عالما من العجائب. لكم التحية، وإلى حلقة مقبلة. أحمد القيسي. هذه نشرة الأخبار، وفي مقدمتها العناوين: النظام ينذر العالم بكارثة تدهور الأوضاع في إريتريا، حركة شباب 24 مايو تكرم الرعيل الأول، مسؤول أمني يمني: إريتريا تحتجز مئات الصيادين اليمنيين. إلى تفاصيل الأخبار. في سابقة تعد الأولى من نوعها، كشفت الحكومة الإريترية عن أن دخلها السنوي من التعدين يبلغ 200 مليون دولار أمريكي، وأن مصروفاتها في توفير خدمات للشعب من تعليم وصحة وغذاء تفوق 300 مليون دولار أمريكي، فضلا عن فاتورة الوقود التي تكلفها أكثر من 300 مليون دولار أخرى سنويا. جاء ذلك في رسالة بعث بها نيابة عن نظامه مندوب الطاغية بالأمم المتحدة جيرما أسماروم إلى مجلس الأمن الدولي في 30 من شهر أغسطس الفائت، متوسلا أعضاء مجلس الأمن برفع الحظر الدولي المفروض على إريتريا. وأن هذه التفاصيل في الأرقام أوردها للتبرير بأنه ليس لدى النظام الحاكم ما يتبقى من مال أو أي موارد أخرى لتحويل الأموال إلى نشاطات أخرى. وأنكر جيرما أسماروم في الرسالة التي يرد بها على مجموعة المراقبة الخاصة بالصومال، أنكر دعم نظامه لحركة الشباب في الصومال ومساندة أي جماعات أو حركات مسلحة معارضة لحكوماتها في المنطقة، كما نفى وجود أسير حرب من جيبوتي لدى أسمرة بعد إفراجها عن الأسرى الجيبوتيين الأربعة في مارس من العام الجاري. هذا وقد أنذر النظام الحاكم في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أنذر العالم بكارثة أخرى بتدهور الأوضاع في إريتريا في حالة استمرار حظر السلاح على الحكومة الإريترية، والذي حسب تعبير الرسالة سوف يؤثر سلبا على قدرة الحكومة الإريترية في محاربة الإرهاب والتطرف الإقليمي والعالمي. ومن المعروف بأن نظام إسياس أفورقي قد استقبل ولا يزال يستقبل كل من أراد أن يحمل السلاح
في وجه حكومات الدول المجاورة لإريتريا، حيث سخر موارد البلاد وفتح المعسكرات داخل إريتريا للمعارضة السودانية بكل أطيافها والإثيوبية بكل إثنياتها، ودرب جماعة الحوثي وساعدها على إدخال السلاح إلى الشمال اليمني إبان فترة حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. أحيت حركة شباب 24 مايو الإريترية الذكرى 55 لانطلاق الكفاح المسلح، وذلك بإقامة حفل خطابي وفني بالعاصمة المصرية القاهرة، حضره جمع غفير من أعضاء الحركة والآباء من الرعيل الأول. وقد كرمت الحركة الشبابية نفرا من الرعيل الأول للثورة الإريترية، وهم المناضل سليمان آدم سليمان، والمناضل محمد إبراهيم أبرة، والمناضل سعيد كحساي، والمناضل عبد الله علي جامع، والمناضل حسن كرار محمد، والمناضل عمر محمد صعدوي، والمناضل سليم حسن كردي، والمناضل علي شوم إبراهيم. كما نال المناضل سليمان آدم سليمان درع عواتل فخري باعتباره عميد المناضلين من جيل الرعيل الأول. أفادت وكالة خبر اليمنية بوصول 7 صيادين يمنيين إلى محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن مساء أمس الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري، على متن قارب يمني غادر ميناء قدم الإريتري. وصرح مسؤول أمني للوكالة بأن أعمار الصيادين تتراوح بين 8 و13، وكانت السلطات الإريترية قد احتجزتهم قبل 3 أشهر. وأضاف المسؤول الأمني أن السلطات الإريترية ما زالت تحتجز في معسكر قدم أكثر من 180 صيادا، وأنها قد أفرجت عن أصغرهم سنا. ومن جهتهم أفاد الصيادون أن السلطات الإريترية أفرجت عنهم بسبب عدم مقدرتهم على القيام بالمهام التي يكلفهم بها الضباط الإريتريون، مفيدين بأن باقي الصيادين يقومون بنقل الصخور من جبال تبعد مسافات بعيدة عن معسكر احتجازهم، ويتعرض من يرفض تنفيذ ذلك للضرب بخبطات حديدية على حد قوله. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية ساعة هذا اليوم، شاكرين حسن متابعتكم، نتمنى أن نلتقيكم في ساعة جديدة للمنتدى، وإلى حينه ابقوا على خير وتصبحون على وطن حر.